السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. أهلا بكم مرة تانية في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. النهاردة هشرح لكم طريقة تثبيت حواف القماش بالكروشيه، هشرح لكم على المكنة ازاي نثبتها. انا شرحت لكم طريقه حواف القماش بالكروشيه زي اللي هي الزينه دي او الاطراف، شرحت لكم ازاي نعملها. طبعا بنعملها باشكال كتيره جدا، بس النهارده حبيت اوضحها لكم ازاي بنثبتها على القماش. هثبتها لكم على المكنه، طبعا انا ما بعرفش اخيط على المكنه، في بالاستعانه بوالدتي ربنا يخليها لي ويديها لي صحه يا رب. هشرحها لكم وهنوريها لكم ازاي نثبتها بكل سهوله. اهم حاجة بس احنا بنثبتها ما نشدش قطعة الكروشيه علشان ما تكشكش القماش ويبقى شكلها مش لطيف معانا احنا وبنثبتها. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة تثبيت حواف القماش بقطعة الكروشيه. بس يا جماعة النهاردة هشرح لكم طريقة تثبيت اطراف القماش بقطعة الكروشيه اللي شرحناها مع بعض قبل كده، وقلت لكم ان انا هشرح لكم طريقة التثبيت. طبعا انا ما بعرفش اخيط على المكنة، فبالاستعانة بوالدتي ربنا يخليها لي ويديها لي الصحة يا رب، هي بتعرف تخيط على المكنة وكده بالمكنة بتاعتها. هنشرح لكم طريقة التثبيت. البداية بقى بنعمل ايه؟ بنثبتها كده، ناخد الطرف مع الطرف. تمام، ثبتينها مع على المكنة. المكنة كده. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نظبط الأطراف كده. ما نشدش احنا وماشيين بقطعة الكروشيه اللي احنا عاملينها الأطراف. احنا وماشيين ما نشدش صح؟ لا ما نشدش. عشان ايه؟ نشدش معانا وتعمل كشكشة. بالراحة كده. اهم حاجة ان قطعة القماش تبقى مظبوطة طول ما احنا ماشيين صح كده ومش بنشد، بتبقى مظبوطة معانا. طبعا وارد ان احنا قطعة الكروشيه تكبر معانا، فاحنا في حركة ماما بتعملها كده بعد ما بنخلص قطعة الكروشيه بتكبر، فاحنا بنعمل ايه؟ بنجيبها كده في الجنب بحيث انها تبقى في الجنب مش هتظهر. تمام، عشان ما ينفعش برضو ما نشدش، مش هتنفع تتقص. اه، قطعة الكروشيه غير الفرنشات العادية بتاعت الستان مش بتنفع تتقص، فبنلفها للجنب كده، لان لو اتقصت طبعا زي ما انتوا عارفين الكروشيه استحالة يتقص، لو اتقصت هتبوظ الشكل النهائي بتاعها. انا طبعا الشكل اللي وريته لكم في البدايه ده انا كنت مبوظاها جدا لاني ما بعرفش اخيط على المكنه، طلعت معايا مش مظبوطه. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. احنا بنصور في الصبح اول يوم العيد الصبح، كل سنه وانتم طيبين يا رب يكون عيد سعيد عليكم. وده شكل قطعه القماش لما ركبنا فيها اطراف الكروشيه اللي عملناها مع بعض. طبعا في اشكال كتيره جدا من اطراف الكروشيه غير الشكل ده، بس انا حبيت اوضح لكم ازاي لما بنجي نثبتها على المكنه بتبقى ازاي وشكلها بيبقى ازاي وطريقه تثبيتها ازاي. ممكن كمان تثبتيها بالسراجه العاديه، مش ضروري المكنه، يعني بالخيط والابره العاديين لو مش عندك مكنه. ده بالنسبه للي عندهم مكن وبنشدش احنا وبنعملها. وبكده بقى انتهيت من طريقه شرح تثبيت اطراف القماش بقطعه الكروشيه. ودلوقتي وصلنا مع بعض لنهايه الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقه تثبيت حواف القماش بقطعه الكروشيه بطريقه سهله وبسيطه.
لو عندي تاني ملحوظة او استفسار تقدري تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك موجود اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي اللينكات موجودة اسفل الفيديو. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله.